سيدي، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر، رئيس قسم الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان والمتخصص في الشأن الإفريقي. نرحب بك في البداية دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. يعني تصريحات هامة اليوم للرئيس السيسي عقب القمة الثلاثية في أديس أبابا وضعت الأزمة في طريق الحل. كيف قرأتم تصريحات السيد الرئيس اليوم؟ يعني السيد الرئيس منذ توليه القيادة وهو فتح باب وآفاق جديدة نحو التعامل مع القارة الإفريقية بعد فترة طويلة من الغياب منذ 1995 وتعرض الرئيس الأسبق مبارك لحادثة الاغتيال الشهيرة في أديس أبابا، لكنه كانت العودة للقارة الإفريقية تكتنفها مجموعة من المعوقات، يأتي على رأسها أن الفراغ الذي تركته مصر في فترة ليست بالبعيدة ملئ بمجموعة من القوى الإقليمية التي مارست دورا بشكل أو بآخر يعتبر منافس للدور المصري، لكن المتتبع إلى الجهود الدبلوماسية التي تبنتها الدولة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي أو حتى الثقافي هيدرك دون ما أي عناء أنه الدولة المصرية استطاعت في فترة وجيزة لا تتجاوز 3 سنوات أن تستعيد قدر كبير من دورها وعلاقاتها بالقارة الإفريقية بشكل عام وبمنطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي بشكل خاص، حيث مدخل البحر الأحمر وحيث نهر النيل وهكذا. لأنه لو نظرت حضرتك في منذ 30/6 ثورة 30/6 جمدت علاقة أو عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، لكن الآن نتحدث على أن مصر تتزعم مجلس السلم والأمن الإفريقي، مصر النهاردة حتتزعم قمة الاتحاد الإفريقي في 2019، علاقات ممتازة على الصعيد الاقتصادي ومستوى التبادل التجاري مع كثير من الدول الإفريقية وهكذا من هذه الأمور. الدكتور محمود عنبر، رئيس قسم الاقتصاد السياسي بجامعة أسوان والمتخصص في الشأن الإفريقي، شكرا جزيلا لك.